ربنا يعني يخليك مثال حسناتك دايما وتكون علم ينتفع به. الكلام ده بيتسجل ولا لا؟ عشان انا هحتاج كله الكلام ده. كله كله متسجل، الشهاده كله الاولانيه دي متسجل. بحتاجها طبعا. لا كله متسجل يا باشا والله. ده ربنا حقيقي والله يا يبارك فيك يا محمد، يعني غالي. هي بتبقى فرصة ان الواحد فعلا، يعني يمكن كل ما بشوفك بحب اعبر لك فعلا عن الحب ليك، وهو ربنا فعلا يبارك حب في حضرتك. حقيقي يعني. يعني انت من والله الناس ربنا اللي اللي يعلم يا دكتور محمد طبعا. من الناس اللي بعتز بيها جدا 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 والله. انا عشان ما اطولش عليك انا استاذنك انك تبدا وواحده واحده كده مع الناس، واحنا قدامنا ساعه كده ان شاء الله معاك. إن شاء الله بإذن الله. اتفضل اتفضل اعمل شيء. طيب السلايدز بتقلب كده تمام صح؟ كده ايه اللي بتاني اللي بعدها؟ كده تمام كده تمام تمام. اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر أستاذ دكتور محمد عز على الدعوة الكريمة. الحقيقة يعني البيديا نايتس من الحاجات اللي بقت يعني ويل استابليشد، وفعلا هي طريقة جميلة إن الناس كلها تتقابل وتسمع العلم الجميل وكل واحد موجود في مكانه. فربنا يجازي حضرتك خير يا استاذنا دكتور محمد عز. وباذن الله النهارده هنتكلم عن موضوع كده بسيط خالص، يعني هي العنوان The Journey to the World of Neonatology. الحقيقه هي رحله النيوناتولوجي هي رحله كبيره جدا، وسبحان الله هي رحله كبيره لمخلوقات صغيره خالص. وطبعا كتير قوي من الناس تتكلم على ان رحله النيونيتس هي الميركل اوف لايف او معجزه الحياه. الحقيقه هي مش رحله بس للبيبي، هي رحله كمان للبيرنتس للاهالي، ورحلة للدكتور الحقيقة، ورحلة صعبة جدا ورحلة شاقة جدا للأطباء اللي بيشتغلوا في حديث الولادة. إزاي إن هي journey begin with this very small steps. أنت حضرتك لما بتبقى مهتم بإن أنت تشتغل في النيوناتولوجي في 4 حاجات أساسية هنتكلم عنهم. طبعا صعب إن أنا أتكلم على علم النيوناتولوجي في محاضرة، ولكن من خبرة الواحد في الشغل لقى إن في 4 مين كاتيجوريز كبار قوي بنبقى حابين ان احنا نعرفهم في النيوناتولوجي عشان نبدا نبني عليهم بعد كده كل الحاجات الادفانسد. حضرتك بتستلم البيبي، بتعمل له اكزامينيشن، تبدا ان انت تعمل له الكير العادي، تبدا تظبط مع الام موضوع البريست فيدنج، تتكلم معاها في الباكسينز، تخرج البيبي من الحضانه او تخرجه من النيرسري، ويبدا يتابع معاك في العياده. كل دي خطوات. الحقيقه ده شكلنا ناس كتير قوي لما بيجي لها بيبي في العياده بيبقوا مخضوضين شويه، خصوصا الناس اللي مهتمه اكتر بالجنرال بيدياتريكس. وطبعا لما بيجي لنا في الطوارئ بيبي بتبقى ليلتنا بقى بيضه، وجاي لنا حديث ولاده يا جماعه ونفسه تعبان، وتلاقي الناس كلها بيبقى ايه متكلبشه وقلقانه يعني. فعشان كده احنا هنبدا معاكم على طول ب4 مين ستيبس في رحله الاطفال حديث الولاده. اول مرحله اللي هي الريسسيتيشن، هنتكلم على اهم حاجات فيها. تاني مرحله ازاي نعمل اكزامينيشن للبيبي. تالت حاجة ايه الريد فلاجز اللي ممكن نخاف منها، واخر حاجة ايه الحاجات بقى اللي لو حضرتك قاعد في عيادتك كده الخاصة وجاي لك بيبي حديث ولادة والام جاية تسألك اسئلة كتيرة معظمها حاجات بسيطة وسيمبل، ازاي ان انت تقدر تطمنها. النيونيتا ريساستيشن طبعا المفروض كلنا بنمشي على النيونيتا ريساستيشن بروجرام اللي هو اخر اديشن اللي عاملاه الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس. عشان نفهم الريساستيشن لازم نفهم الاول ان السيركيليشن بتاعت البيبي وهو في بطن مامته بتكون مينلي ملهاش علاقه قوي باللنج، يعني الدم اللي لونه احمر حضراتكم شايفين بيدخل الرايت اتريا من الامبليكال فين ويعدي على الناحيه الشمال عن طريق الفورامين اوفال، وشويه دم بسيطه خالص اللي بتروح لللنج. بعد البيبي ما يتولد يبدا الفلويد اللي جوه الالفيولاي تبقى ابزوربد، تبدا الالفيولاي تفتح، تبدا البلود فيسلز اللي حوالين الالفيولاي تبقى دايليتد عشان يبدا يحصل الترانزيشنال سيركيليشن، وبعد شويه الدم يروح لللنج ويرجع للليفت سايد اوف ذا هارت عشان يدخل كل انحاء الجسم. الجاز اكسشينج بيحصل على الليفل اوف الفيولاي، ولازم نبقى عارفين انه كمان بيحصل على الليفل اوف تيشوز، يعني احنا بناخد الاكسجين من الالفيولاي وبناخد الاكسجين ده نوصله للسيلز عشان ناخد منها السي او 2. في جمله جميله قوي يقول لك ان التاكسي بتاع الاكسجين هو الهيموجلوبين، فلازم حضرتك تكون متاكد برضو ان البيبي بتاعك الكواليتي اوف هيموجلوبين اللي عنده كويسه، عشان هو ده اللي هياخد الاكسجين والدم هيبدا ان هو يبقى بامبد لكل انحاء الجسم، ويبدا الاكسجين يخش الخلايا عن طريق ايه الفوسفوليبيد ميمبرين عشان يحصل في الاخر ايروبيك ريسبيريشن يطلع لي 36 اي تي بي بدل ما يبقى انيروبيك ريسبيريشن ويطلع لي 2 اي تي بي بس. اول حاجه لما بيجي ناخد هيستوري من دكاتره النساء طبعا يعني ده بيبقى شكلنا، احنا بناخد انتي نيتال هيستوري.
لازم نسال على ايه؟ انا دلوقتي داخل استلم ولاده، هسال على ايه؟ اسال على نوع الولاده دي، اسال بيبي بريزنتد ايه؟ كيفاليك ولا بريتش؟ سنجل ولا توين ولا تريبلت؟ هيتولد فاجينال ولا سكشن؟ كان في رابشر اوف ميمبرين اكتر من 18 ساعه ولا لا؟ لو في اي فيتال سونار اتعمل، هل كان في اي انومالي ولا لا؟ ده مهم ان حضرتك تعرفه، عشان كل حاجه من دي ليها استعدادات خاصه في عمليه الريسستيشن للبيبي. كمان في ريد فلاجز لازم تبقى انت عارفها من دكتور النساء، الام دي عندها انوريكسيا او بوليميا، دايبيتك، فالبيبي ده يبقى انفانت اوف دايبيتك، فممكن سكره يقع، وممكن يبقى عنده انترفنتريكولار سيبتال هايبرتروفي، وممكن الام دي ابيليبتيك هايبر تنسيف، هتطلع لي عيل عندها بري كلامسي، هتطلع لي عيل عنده اي جي ار مثلا، الام لوبس، هتطلع لي بيبي عنده هارت بلوك او ثرومبوسيتوبينيا، الام ثايرويد وبتاخد التروكسين مثلا، الام ماشيه على انسولين او انتي ديبريسنس، الام خدت اوبيويدز كتير قوي. الامهات للاسف في بعض الناس بيكونوا ادكت، فالبيبي ينزل لك نايمان ومسنتح وعنده ريسبيراتوري ديستريس، وانت تقعد تلف حوالين نفسك وانت مش عارف الواد ده ماله، او ان هي تبقى واخده جنرال انستيزيا، الام سموكر او الام الكحوليك، كل ده مهم جدا انك تكون عارفه. كمان تسال دكتور النساء وما تخافش ان انت تسال، يعني كان في ديكريز فيتال كيكس ولا لا؟ السي تي جي بتاع الام دي او بتاع الجنين ده كان فيه مشكله ولا لا؟ بلاسينتا بلاد فلو كانت كويسه ولا لا؟ طيب انا لو ما سالتش الاسئله دي هبقى كاني بتعامل مع صندوق اسود انا مش عارف فيه ايه جواه، انا نازل لي تهمه انا مش عارف اتعامل معاها. فمهم جدا ان حضرتك تسال الاسئله دي، خصوصا ان دلوقتي اكتر من 60% من الولادات بتكون الكتيف سيزيريان سيكشن، فحضرتك عندك الوقت الكافي انك تسال دكتور النساء عن كل الهيستوري ده. لو كان في بريماتيور رابشر اوف ميمبرين عشان الايرلي اونست سبسيس، الام دي لو الولد بريماتيور اخذت الدكساميثازون ولا لا عشان اللونج ماتيوريتي، لو عيل جاي لك متحول من مستشفى تانيه تسال هو في نيوناتولوجيست استقبل البيبي ده اصلا ولا لا؟ البرولونج دليفري، ممكن الولد يكون زنق في الولاده لو بيولد فاجينال او كده، كل الحاجات دي مهمه جدا. قبل ما ادخل استلم البيبي لازم اكون ريدي. ريدي بايه؟ شايفين الصوره الجميله دي؟ كل الحاجات دي تكون معايا، معايا تايمر وبلس اوكزيمتر طبعا لو متاح، معايا مونيتور عشان الاي سي جي وعشان الساتوريشن، معايا كل الايكويبمنتس اللي انا هحتاجها. ويا ريت قبل لما الام تدخل اوضه الولاده انا اصلا ادخل انا والتمريض اللي معايا واشيك على الحاجات دي كلها، عشان مش بعد البيبي ما ينزل هاتي لي يا ميس سوسن السماعه، هاتي لي يا مستر احمد الامبو، الكلام ده ما ينفعش خالص. هي الثانيه بتفرق، زي ما هنشوف كده الالجوريزم بتاع النيونيتال ريسوسيتيشن. شايفين ده المفروض لو احنا داخلين نستلم حاله هاي ريسك نكون كده، واحد ليه علاقه بالبريدنج، واحد ليه علاقه بالسيركيوليشن، والتالت اللي واقف على الراس ده ليه علاقه بانه يركب اير واي اكسس وممكن كمان يركب فاسكولار اكسس. طبعا انا ممكن ما يكونش عندي المان باور ده وانا داخل استلم البيبي، ساعات بنخش نستلم لوحدنا، ولكن لو انا عارف من الاول دي حاله هاي ريسك بريجننسي، دي تيرم بيبي، ام كان عندها ابورشنز قبل كده، ده بريشس بيبي، وكلمه بريشس بيبي دي بتنرفزني بصراحه، هو كل العيال بريشس، بس يعني حاله مثلا كانت معايا قريب 20 سنه انفيرتيليتي، فهو داخلي يعني دكتور داخل يستلم يبلغني، قلت له يا ابني خش حبيبي وربنا يوفقك كده وصلي الاول ويعني ان شاء الله خير. وطبعا مجرد ما البيبي الدكتور استلمه انا رحت على طول وعملت ري اشورنس للاهل، 20 سنه انفيرتيليتي يعني الواد ده لو عطس يعني الاهل ممكن يحصل لهم حاجه، تمام. ولو انا داخل كده في واحد كده اسمه تيم ليدر، ده واقف المفروض ما بيعملش حاجه خلاص، وحد يسجل، تمام. لو انا مش معايا كل المان باور ده ابقى عارف ان انا داخل ممكن اعمل كذا جوب، بس لو في امكانيه ان انا ابقى معايا كذا حد يا ريت نبقى داخلين تيم، خصوصا في الحالات الهاي ريسك بريجننسي. ده الالجوريزم بتاعنا هنتكلم عنه كده بالراحه خالص. اول ايتم فيه حاجه اسمها انتي نيتال كونسلنج وتيم بريفنج واكويبمنت تشيك. يعني انا داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه التيم اللي معايا احنا داخلين نعمل 1 2 3، ده اسمه تيم بريفنج. انتي نيتال كونسلنج ابقى عارف الهيستوري واتكلم مع الاهل واعمل اكويبمنت تشيك، ده قبل ما البيبي يتولد. البيبي اتولد هسأل نفسي ثلاث أسئلة، تيرم ولا بري تيرم، التون بتاعته كويسة ولا لأ، بيعيط أو بريثنج كويس ولا لأ. لو الإجابة بتاعتي يس على الثلاث أسئلة شكرا مع مامتك حبيبي، انيشال نحطه سكين تو سكين ونتابعه شكرا على كده. طيب لو أنا بدأت أقول نو على أي سؤال من الأسئلة دي، يعني البيبي بتاعي بري تيرم أو التون بتاعته مش متظبطة يعني هايبوتونيك أو مش بيعيط، ساعتها هكمل وورمنج ودراينج وستيميوليشن على السيرفو او ريسس تير واعمل سكشن، تمام، وابدا اشوف كده البيبي اتحسن خلاص ارجعه لمامته،
لا البيبي بتاعي ما اتحسنش، هسأل نفسي سؤالين، يا ترى في ابني او جاسبنج او البيبي ده برادي كارديك ولا لا؟ طب فرضنا الاجابه بتاعتي نو، بس البيبي بتاعي ما اتحسنش، ما اتحسنش، فهو غالبا عنده ورك اوف بريذنج عالي او عنده ساينوزز، بس الهارت ريت بتاعه فوق ال 100، لان لو تحت ال 100 هنمشي في الكولمز ناحيه الشمال، يبقى البيبي بتاعي الهارت ريت بتاعه فوق ال 100 ومش جاسبنج ولا حاجه، بيتنفس بس نفسه مش مرتاح وعنده ساينوزز، فساعتها هعمل ايه؟ هبوزيشن الاير واي، هعمل سكشن كويس من الاورال، حط العين على بالس اوكزيمتر، المفروض اكون حاطه من الاول، شايفين هنا العلامه اللي بالاصفر دي اوكسجين اف نيدد، ايه ده اف؟ يعني ممكن ما احتاجوش؟ اه والله ممكن ما نحتاجوش، وممكن في المرحله دي نبدا سي باب. طيب لا يا دكتور، البيبي بتاعي ما تحسنش في الاول الريسستيشن بتاعه، وكمان كان بدا يبقى الهارت ريت بتاعه اقل من 100، او قدامي الولد كده ما بياخدش نفس خالص او جاسبنج، يبقى ساعتها لازم تبدا بوست بريشر فنتليشن على طول، تحط العين على بالس اوكزيمتر، وتبقى عامل كاردياك مونيتورنج للعيان. طيب عملت الكلام ده والبيبي اتحسن، خلاص هتسيبه اندر اوبزرفيشن وبعد كده ترجعه المونتو. لا ما تحسنش وبدا الهارت ريت بتاعه ينزل عن 100، يعني ستيل البيبي بتاعك برادي كارديك، هتعمل ايه؟ هتتاكد ان انت عامل ادكويت فنتليشن، ممكن تركب للعيان ده اندوتراكيال تيوب، وخلي بالكم adequate ventilation معناها ان انا عامل كل الستبس اللي تخلي الفنتليشن مظبوط، يعني مدفي البيبي، عامل سكشن، فاتح بقه، حاطط اكسجين لو انا محتاجه، بدات بوزيتيف بريشر فنتليشن بالامبو باجنج او بالسي باب، وبعد كده البيبي ما فيش تحسن معايا هبدا اركب اندوتراكيال تيوب على طول. والكمان الابديت الجديد بيقول ان الاندوتراكيال تيوب ممكن تحطها في اي من الستبس دي لو انت شايف البيبي بتاعك مش متحسن، ساتوريشن بتاعه مش زي التارجت ساتوريشن، النفس بتاعه مش مريحك، الدنيا معاك مش ماشيه كويس في البوست بريشر فنتليشن، تقدر تركب الاندوتراكيال تيوب، محدش هيلومك، ولازم العين برضو يبقى على كاردياك مونيتورنج. طيب عملت كل الكلام ده والبيبي لسه برادي كارديك وبدا الهارت ريت بتاعه يبقى اقل من 60، في المرحله دي انت لازم هتكون ركبت اندوتراكيال تيوب اصلا، وهتبدا شيست كومبريشن، وشايفين هنا كوردينيت مع بوست بريشر فنتليشن 100% اوكسجين. ايه ده يا دكتور؟ يعني هو الولد لما كان لسه اقل من هارت ريت اقل من 100 ولونه مش حلو وانا بعمل له بوست بريشر فنتليشن، كل ده انا ما كنتش رفعت الاف اي 2 100%؟ لا ما رفعتش الاف اي 2 100%. من حقك ترفع الاف اي 2 100% لما العيان يكون برادي اقل من 60 وحضرتك بقى خلاص ناوي تعمل شيست كومبريشن. قبل كده عشان توصل لل 100% لازم تكون بدات من تحت زي ما هنقول وبتعلى، يعني بدات بالروم اير وبعدين بدات تعلى تعلى 30% اكسجين 40% اكسجين لحد ما وصلت لل 100% اكسجين. لكن طبعا معظمنا بيعمل ايه؟ الولد ازرق ايكوال 100% اكسجين، وده مش صح. طيب ماشيين في الالجوريزم والبيبي بتاعنا بدانا شيست كومبريشن، وطبعا كوردينيشن ما بين البوست بريشر مع الشيست كومبريشن، ورافعين الاكسجين بتاعنا 100%، مركبين طبعا قسطره سر عشان لو هندي ميديكيشن. الولد بتاعنا طبعا اقول لكم ده على اسوأ سيناريو، ها يعني طبعا مش كل العيال هتخش معانا هتجيب معانا الالجوريزم لحد اخر نقطه فيه. البيبي بتاعنا لسه برادي كارديك، حركه تبدا تدي الابنفرين كل من 3 ل 5 دقائق، مكمل الشيست كومبريشن، ولو لقيت الدنيا معاك ستيل البيبي برادي كارديك، ستيل البيبي ساتوريشن بتاعه وحش، ستيل البيبي يعتبر كده از برادي ارست بيبي، ممكن تتشك ان البيبي ده محتاج فلويدز، يعني عنده هايبوفوليميا، او ممكن كمان يكون البيبي دخل في نيموثوركس، محتاج ان انت تسمع ايكوال اير انتري على الناحيتين او تصور شيست اكس راي عشان لو هتخش تفضي نيموثوركس. طيب الالجوريزم ده هل انا كمحمد حسين حافظه في دماغي؟ هو انا حافظه في دماغي ديك مع عسل حلو بالعسل طلع مش حلو بروحه والله ما حلو مليح مش عارف، بالعسل في شوية حد عسل بيتكلم، في حد بيتكلم، تمام انا حافظه، اه بس حافظه بالتكرار، ولكن المفروض ان انا اكون طبعه خلاص ورقه كده جميله محترمه متلونه واحطها على السيرفو او الحاجه اللي انا بستلم عليها البيبي، عشان ساعه الاسترس للاسف المعلومات بتطير من دماغنا، فانا لازم اكون جاهز بالحاجه قدامي ابص عليها وابدا انفذها. الجدول ده مهم جدا لازم يكون متعلق قدامك. البيبي عند عمر دقيقه الساتوريشن تارجت بتاعه من 60 ل 65%، فكره ان البيبي اول ما يعيط لازم يبقى لونه بينك دي فكره معرفش جت منين، لا
وان انا احط اكسجين على طول على بق البيبي عشان اوصل الساتوريشن بتاعه 95%، اول ما يقول له واق ده غباء، سوري يعني. تمام، عند دقيقتين بيبقى الساتوريشن بتاعه اب تو 70% لحد ما يوصل عند 10 دقائق ساتوريشن 95%. بس نخلي بالنا ما يبقاش العيل ساتوريشن بتاعه 60% عند دقيقه وابنك واقول الدكتور قال سيبوه ما تجوش ناحيته. لا، احنا بنتكلم في عيل ايه؟ جود تون، جود كراينج وبريذنج وفول تيرم، والساتوريشن بتاعه بيزيد حسب الجدول، يعني ما فيهوش غلطه ثانيه. ساعتها هاكسبت الساتوريشن ده وهمونيتور. لكن بيبي بريدي، بيبي ما بيتنفسي، بيبي ابنك، بيبي هايبوتونيك، لا ده في مشكله، لازم ان انا ابدا اعمل انترفينشن. طيب هستخدم 100% اكسجين؟ ارجوكو مش هستخدمه عشان خاطري وعشان خاطر الفنان الكبير احمد عبد العزيز. هستخدمه امتى؟ لو بدات بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طب هبدا باكسجين قد ايه؟ لو البيبي فوق 35 اسبوع هتبدا بالروم اير. لو البيبي اقل من 35 اسبوع، شايفين بقى الاستفزاز، مسموح لك تبدا باكسجين ساتوريشن لحد 30%. طبعا ده الكلام اللي بيقوله الامريكان اكاديمي والريسستيشن كونسل بتاعت ايه، انجلترا يو كي. يعني لو البيبي اقل من 35 اسبوع، لو انت بادي بيف اي 2 30% انا موافق، لكن فوق ابدا بروم ايه، ابدا ها ممكن تزود ما عنديش مشكله خالص. طب هو احنا بنتارجت الاكسجين ساتوريشن كام؟ الحقيقه في ترايل اتعملت في انجلترا مشهوره قوي اسمها البوست ترايل، ودي معموله اكتر على البري تيرم انفنتس عشان يشوفوا انا المفروض ابص على المونيتور الاقي الساتوريشن بتاع البري تيرم كام. كانوا عملوا التجربه دي وجابوا مجموعه كانوا حاطين التارجت ساتوريشن بتاعهم يبقى من 85 ل 89%، يعني اقل من 90، ومجموعه ثانيه بقى الساتوريشن بتاعهم فوق ال 91. الحقيقه الترايل دي اصلا يعني كذا ارم منها ما كملش، لان هم لقوا في مورتاليتي عاليه قوي في الاطفال اللي الساتوريشن بتاعهم حطوه كتارجت اقل من 90%. ففي الاخر هم قالوا ان عايزين الساتوريشن بتاعه البري تيرم بيبيز تبقى فوق ال 90%، يعني من 90 ل 95. والكلام ده ماشي في انجلترا، ودي الجايد لاينز بتاعت يو كي، وقالوا ان مش بس البري تيرم وحتى الفول تيرم احنا عايزين الساتوريشن بتاعنا دايما فوق من 90 او 91 لحد 95% التارجت ساتوريشن، سواء بري تيرم او فول تيرم بيبي. تمام. الالجوريزم اللي حطاه الريسستيشن كاونسل بتاعت انجلترا ده جميل قوي، يقول لحضرتك ايه بقى، 85% من النيونيتس مش محتاجين اصلا سيادتك. يعني ايه مش محتاجين سيادتك؟ طبعا ما نستغناش عنكم يعني ولا عني، تمام؟ بس مقصود بيها محتاجين شويه دراينس وستيميوليشن وخلاص. يعني فكره ان كل بيبي لازم ينزل اقعد اشفط واخبط وارفعه واحط اكسجين واعمل، لا خالص خالص يعني، ده في ناس بتولد في البيت عادي خالص يعني. ف 85% من البيبيهات مش محتاجه انترفينشن. 10% كمان هيحتاجوا شويه دراينس وستيميوليشن انك تفتح الاير واي بس. يعني 95% من الولادات مش محتاجة غير حاجات بيزك. 5% بقى هيحتاجوا البوزيتيف بريشر، أقل من 2% هيحتاجوا انتيوبيشن، وأقل من 1% هيحتاجوا الأدرينال. يبقى لازم حضرتك تكون عارف إن أنت دور حضرتك ودوري معاكو إن إحنا نساعد البيبي إنه يبقى ستابيلايزد في المرحلة دي. مش لازم كل الأطفال أعمل أكتيف ريسسيتيشن وأعرضهم لحاجات ريسكي هم ما يكونوش محتاجينها. ناخد الحالة دي كده، هيلسي وومن جايالي 39 اسبوع، البيبي فول تيرم، الممبرينز رابشرد يعني دلوقتي، الفلويد اللي نازل كلير، البريجنسي ما كانش فيه اي مشاكل خالص. حضرتك دخلت استلم البيبي، البيبي داسكي شوية يعني لونه مش احسن حاجة، بس جود ماسل تون وبيعيط وهو فول تيرم. عملت جنتل دراينج وستيميوليشن للبيبي وفتحت الاير واي، النكست ستيب اللي تعملها، يا ترى تدي اكسجين تحطه على مونيتور، ولا تبدا بوزيتيف بريشر، ولا تمونيتور بس التون والكالر والبريذنج، ولا تحطه على اكسجين وتمونيتور التون والكالر والبريذنج؟ الحقيقه الاجابه رقم 3. ليه الاجابه رقم 3؟ جاست مونيتورنج، لان البيبي ده فول تيرم كراينج او بينج وعنده جود ماسل تون. تمام، في حد بيعمل لنا عصير؟ الاخوه الزملاء يا ريت بس الصوت الله يكمل عشان ما يحصلش انترابشن. تمام يا دكتور، عملنا ميوت اوري، ممكن حضرتك محمد؟ انا عملت ان ميوت لنفسي. تمام، خلاص بعد دقيقه انت عملت كلامنج للكورد والبيبي بقى كويس، وديته الماما.
طب ناخد الحاله اللي بعدها، ام برضه 39 اسبوع، بس بقى ايه، البيبي كان فيه فيتال تاكيكارديا والام كانت فيفرش واخدت انتي بايوتكس وكان سسبكتد كوريا امنيونايتس، يعني فيه هيستوري كده مش تمام. بعد الولاده البيبي كان التون بتاعته بور تون ومش بيعيط، يبقى العين ده ايه؟ الاجابه بتاعت تيرب هو تيرب بس التون بتاعته مش حلوه والبريذنج والكراينج بتاعه مش حلو. اول ما تبدا تنونو كده يعني تقول نو جود تون ونو بريذنج او كراينج، خلاص بدات تتنونو، يبقى حضرتك هتبدا تمشي في الالجوريزم تكمله، مش هنمشي بقى في ناحيه ان احنا نسيبه ونمونيتور بس. خلاص حضرتك عملت وورمنج ودراينج وستيميوليشن وعملت روبينج للباك، خلاص البيبي ستيل التون بتاعته مش حلوه والريسبيراتوري ايفورت بتاعه الريجولر، عملت الكاتنج للكورد وحطيته قدامك على السيرفو، فتحت الاير واي بتاعه، بدات تعمل سكشن اورال ونيزل والكلام ده كله، بتسمع الهارت بتاع العيان. طبعا احنا ممكن نعد الهارت ريت بان احنا نحط ايدينا على البيز اوف ذا امبيليكال كورد او ان احنا نسمعه بالسماعه. لقيت الهارت ريت بتاعه 120، هو 120 ده يعني ايه؟ يعني فوق ال 100، يعني ده ترجمتها كده، بس البيبي لسه الساتوريشن بتاعه سيانوزد والساتوريشن بتاعه ما وصلش للتارجت اللي المفروض يوصل له. هتعمل ايه؟ هتبدا تحط اكسجين للعيان ده؟ هتسكشن؟ هتكونسيدر بوزيتيف بريشر ولا اول اوف ذا اباف؟ طبعا من غير ما اعرف الحاله جرت العاده لو في سؤال في اول اوف ذا اباف او نان اوف ذا اباف تختارهم طبعا، فطبعا هي اول اوف ذا اباف. بس ليه؟ هنرجع للالجوريزم، العيان ده مفيش جود تون ومش بيكراي وهو ابنك او جاسبنج او بريذنج بتاعه مش كويس، بس الهارت ريت بتاعه مش تحت ال 100 فوق ال 100، يبقى احنا بنلعب فين؟ في الحته دي. شايفين هنا مكتوب ايه؟ مكتوب نبوزيشن الاير واي، نسكشن، نمونيتور العيان كويس، نبقى عارفين الساتوريشن بتاعه كام، نحط اكسجين لو انا محتاجه في الحاله دي. انا محتاجه ليه؟ محتاجه ان هو قال لي جمله واضحه قوي ان البيبي ده في هذه الدقيقه من عمره ما وصلش للتارجت ساتوريشن حسب الجدول اللي احنا قلناه، ونبدا بوست بريشر فنتيليشن، اجابه اول اوف ذا اباف. طيب احنا حطينا العيان ده اكسجين عشان يوصل للتارجت ساتوريشن بتاعه في خلال 10 دقائق، وعملنا طبعا بوست بريشر، البيبي بدا يتنفس احسن، بعد شويه بدانا نوقف السبلمنتال اكسجين، بدا الساتوريشن بتاعه يبقى كويس، الورك اوف بريثنج بتاعته تبقى كويسه، حطيناه سكين تو سكين مع بعض. يبقى شايفين ان لما الواحد بيكون فاهم الالجوريزم بتاع الريسسيتيشن انا هقدر ما نطش خطوه او ما اعملش خطوه هي اصلا ملهاش لازمه في ريسسيتيشن اوف ذا بيبي. ومش بس كده، لو الموضوع تصاعد معايا والبيبي بتاعي فعلا بيتيتيريوريت، ابقى عارف ان انا اتليست ما قصرتش في حقه، وعارف ان انا كمان كل ستيب من دي بتاخد اراوند من 15 ل 30 ثانيه. يعني انا ممكن اوصل للبوست بريشر فنتليشن والتشست كومبريشن في خلال دقيقه، يعني مش فكره ان انا امتى بقى هنعمل تشست، مفيش امتى، انت كل ده في خلال ثواني. اول بيت فول بتحصل في ريسستيشن موضوع الاكسجين وان انا استخدم الاكسجين، تاني بيت فول ان حضرتك تستخدم الاكسجين ما يكونش هيت هيوميديفايد، يعني لو البيبي ده على فنتليتور ما يبقاش حاطط ميه في الهيوميديفاير، او لو البيبي بياخد اكسجين من الحيطه ما يكونش الكاب دي فيها ميه، لان لو حضرتك حطيت دراي جاز تخيله في خلال 5 مينتس بتعمل انجري للاير واي ميكوزا، وممكن لو البيبي ده فنتليتد او على فنتليتور يبقى صعب قوي تحصل له اكستوبيشن. البيت فول الثالثه ان حضرتك تستخدم الامبو اللي هو السيلف انفليتنج باج، وبعدين البيبي ده محتاج اكسجين فانت موصل الاكسجين ووقفت البوست بريشر فنتليشن بس البيبي محتاج اكسجين، فقلت تسيب الامبو عليه ما هو كده كده بيودي له اكسجين. لا، السيلف انفليتنج باج ما ينفعش تبقى سورس اوف اكسجين لوحدها كده. طب انا عايز ادي اكسجين للبيبي، حطه على هيد بوكس، حط فيس ماسك، قرب الفيس ماسك من بق البيبي كده، حطه على نيزل كانولا او نيزل كاتيتر او نيزو فارينجال كاتيتر. دي الايكويبمنتس اللي انا اقدر اديليفر بيها الاكسجين للبيبي. طبعا بتوع التخدير ساعات بيستخدموا حاجه اسمها الفري فلو اكسجين عن طريق الفلو انفليتنج باك، او احنا كمان بنستخدم حاجه اسمها التي بيس ريسسيتيتور او بيسموها النيو باف. ده جهاز بقدر ان انا استخدمه ادي بيه بي اي بي وبيب، خلاص، وموجود في معظم الحضانات دلوقتي، وممكن نعتبره برضو كسورس اوف اكسجين. مهم قوي قوي ان انا في اوضه الولاده او في كشك الولاده اللي احنا بنستلم فيه البيبي يبقى عندي الخلاط ده. ايه الخلاط ده؟ ده عباره عن بلندر بيميكس الاير مع الاكسجين عشان اقدر ابقى عارف انا بدي قد ايه اكسجين. يعني لو البيبي بتاعي محتاج اف اي او 2 30% اقدر وانا جاست بستلم البيبي احط 30%،
ما اخدش الاكسجين اللي طالع لي من مخرج اللي بتاع المستشفى واحطه على طول على بق البيبي، ده اسمه البلندر او الخلاط. طب يا دكتور انا بعد اذن حضرتك كل اللي بتتكلم فيه ده ما عنديش الامكانيات دي. اضعف الايمان لو حضرتك ما عندكش حتى البلندر ده، ولو ان احنا في طريقه كده بنعمله بيها بسيطه خالص ابقى ممكن اشرحها لكم في وقت تاني. لو مش عندي اتليست ما تقربش الاكسجين سورس قوي من بق الولد، يعني مش رايه وسكينه تحط له ماسك اكسجين على بقه ومناخيره عشان تبقى كده بتكرمه، لا ابعده شويه شويتين ثلاث شويات. ليه؟ كل ما بتبعت الاكسجين سورس فانت كده بتخليه ميكس الاير اللي في الجو، فاتليست انت بتخلي الاف اي 2 اللي انت بتديه للبيبي اقل شويه من انه ياخد 100% او 90% اكسجين بكل مشاكل الاكسجين. هيجي السؤال، طب يا دكتور انت حضرتك متحمس قوي كده عشان خاطر موضوع الاكسجين ده، هو يعني الدقيقه ولا الدقيقتين اللي البيبي هياخد فيهم اكسجين هيضروه؟ الحقيقه ايوه هيضروه، والفري راديكلز والرياكتيف اكسجين سبيشيز اللي بتتولد من الاكسجين بتتولد في خلال ثواني، وان الاكسجين از ا دراج ليه دوز وليه ديوريشن، وان الاكسجين از ا توكسيك. اللي انا بقوله لكم دي حقائق اساتذتنا علموها لنا من واحنا لسه في اللفه، يعني كان يقول لنا كده ايه، يا ابني اكسجين از توكسين، يا ابني الاكسجين قاتل، الاكسجين ده دواء، ما تستسهلش الاكسجين، ما تقعدش تقول لي ده هواء، لا ده مش هواء يا حبيبي ده دواء. تمام؟ طيب في طريقتين بوصل بيهم الاكسجين، اللو فلو سيستم اللي عندنا كلنا، في حاجه اسمها الهاي فلو اكسجين الموجود في بعض الاماكن، ميزته طبعا انه بيدي فيكسد اكسجين وبيبقى اندبندنت عن فنتلاتوري باترن. وبدا كمان في اجهزه جديده تدخل حاجه اسمها الهاي فلو هاي فيلوسيتي، ده جهاز بيدي اكسجين هاي فلو وكمان بكاليبر صغير قوي 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 قوي، فالاكسجين بيخش بفيلوسيتي عاليه جدا فبيعمل ووش للديد سبيس وللاير واي، حاجه كده ما بين الهاي فلو اكسجين والسي باب بدانا نستخدمها في بعض الاماكن. لو البيبي فنتليتد بعد اذن حضرتك زرار الاف اي 2 ده دونت تاتش، ما تقعدش تلعب فيه، ها وتعلي 100 وتنزل. انا مش بقول لحضرتك ان انت اللي بتعمل كده، احنا كلنا بنعمل كده وانا بعمل كده دلوقتي ما بقتش اعمل خلاص، بس انا قصدي ان وانا في بدايه كارير النيوناتولوجي كنا دايما لما نلاقي البيبي بتاعنا مش حلو نرفع الاف اي 2، ما كناش بندور على حاجات تانية. في حاجه في البريماتيور اسمها الفليتنج دي ساتوريشن، حضرتك واقف جنب بري تيرم بيبي كده تلاقي الساتوريشن بتاعه نزل خمسينات ستينات سبعينات ومره واحده طلع 99%، فتقول الواد ده ملبوس ولا ايه؟ لا هو مش ملبوس ولا حاجه، دي حاجه اسمها فليتنج دي ساتوريشن بتحصل ساعات في البريماتيور بيبي. فبعد اذن حضرتك ما تجريش ترفع الاف اي 2، بس طبعا هرجع وانبه ما يبقاش البيبي برادي كاردك كمان وبيقرس وتقول الدكتور قال ما ترفعش الاف اي 2 خلاص. لكن لو البيبي كومبليتلي مش برادي كاردك، الاير انتري بتاعه كويس، ساتوريشن نزل ورفع تاني، دي حاجه عاديه خالص. البيت فول الثالثه في الريسسيتيشن ان حضرتك بتفكر في الاكسجينيشن، هي القصه مش اكسجينيشن بس، هي القصه اكسجينيشن وبنت ايه علاقه محمد ابو جابه في الموضوع ده مش عارف بصراحه، بس كان عاجبني موضوع اللي هو بيبقى كاتب على الازازه كل لعيب بيشوط فين ده، وفي الاخر برضه ما خدناش بطوله. بس اي مين انك لازم تفكر بره الصندوق شويه خلاص. سينك فنتليشن دايما، احنا هدفنا من الفنتليشن اوف ذا نيوناتولوجي او اوف ذا نيونيتس ان احنا نخلي البيبي بتاعنا اللونج بتاعته مفتوحه في السيف ويندو. ايه السيف ويندو دي؟ اللي هي لونها اخضر، الويندو اللي لو انا تحتها بتبقى اللونج كولابسد ولو انا فوقيها بتبقى اللونج اوفر ديستاندد. يبقى انا لو عندي بيبي فنتليتد لو الساتوريشن بتاعه بيقع، قبل ما افكر ان انا ارفع الاكسجينيشن افكر في كلمه فنتليشن وانا فاتح اللونج اصلا ولا لا. وخلي بالكم ان الاوفر ديستنشن اوف ذا لونج بيعمل نفس تاثير الكولابس، ما تفرحش قوي ان الاكس راي ان اللونج عند الريب ال11 تقول انا فاتح اللونج على الاخر، ما حبيبي ما انت فاتحها على الاخر بس هي مش عارفه تعمل جاز اكستشينج. تمام؟ تاني حاجه ممكن وانت بتعمل ريسستيشن تلاقي الدنيا مش ماشيه معاك كويس، فكر في الشوربه. ايه ضغط الشوربه؟ انت جعان ولا ايه؟ لا مش جعان ولا حاجه، بس في حاجه اسمها مستر سوبا. ايه مستر سوبا دي؟ دي كده زي حاجه نحفظ بيها. ممكن وانت بتعمل ريسستيشن تبقى محتاج تعمل بس جاست ماسك ريبوزيشن، ادجست الماسك، تختار ماسك على قد وش البيبي، تعمل ريبوزيشن للاير واي دي الار، الاس ساكشن، يعني ممكن وانت بتعمل ريسستيشن تبقى محتاج بس تساكشن تلاقي الولد اتحسن، تو اوبن هيز ماوث. كتير قوي احنا كنا بنعمل ريسستيشن نبقى عاملين نعمل مثلا يعني بوزيتيف بريشر وبيبقوا مقفول اصلا، او تكون مثلا الفيميلز بيبقوا يعني عندهم رقه شويه فبتكون بتعمل بتضغط على الامبو باجنج بالراحه باصبعين كده فهي مش موصله بريشر، على عكس الميلز بيقعدوا على الامبو فطبعا فالبيبي بيفرقع. فاحنا عايزين نتعلم ازاي ان احنا ندي بريشر كالكوليتد لا هو قليل ولا هو زياده،
طب لو انا وصلت الحرف الايه يعني عملت ماسك ريبوزيشن ساكشن اوبن ذا ماوث بريشر انكريز ولسه الدنيا مش ظابطه معايا، كونسيدر بقى الترناتيف اير واي. فكروا دايما في مستر سوبا لو انتوا بتعملوا فنتيليشن لبيبي والدنيا مش ماشيه معاكم تمام. فكر في السيركيوليشن، يعني احنا قلنا ان الجاز اكستشينج بيحصل ان الاكسجين هيروح البلاد ستريم. طب لو البيبي بتاعك ده اصلا البرفيوجن بتاعه وحش، الكابيلري فيلينج تايم بتاعه 6 سكندز، مش جايب يورين كويس، ضغطه واقع، هل انت متخيل ان احنا لو رفعنا الاكسجين هنحسن الساتوريشن؟ لا طبعا. انت محتاج تدي ايه؟ تدي بولس، تدي بلاد، صلح الانيميا. مين التاكسي بتاع الاكسجين؟ الهيموجلوبين. ما ينفعش عيني يبقى فنتليتد وهيموجلوبينه 7 وليه محطوط على اف اي 2 90%. طب ادي دم يا ابني، ما احنا لو مدينا دم، طب وانا هدي دم كده بالحب يعني؟ يعني مين بيقرر ندي دم؟ لا، المانيوال اوف نيوناتولوجي مكتوب، مكتوب الهيماتوكريت ليفل والهيموجلوبين ليفل والاف اي او 2 نيدز بتاعتك. تعرف الثلاثه دول، تعرف العام بتاعك، وطبعا بري تيرم ولا فول تيرم محتاج باكد ار بي سيز ولا لا. البالمونري هايبرتنشن، العيل اللي هو اللهو الخفي ده، مسميه اللهو الخفي، لو البيبي بتاعك بيديسات عشان حد زعق جنبه او عشان انت لمسته او عشان الحضانه اتفتحت عليه او عشان الممرضه بتتخانق مع جوزها في التليفون، تخيل ان هو بالمونري هايبرتنشن. يعني اي حاجه تبقى مش مفهومه، ده الشادو بتاع كل الشرور اللي في الحضانه. فكر دايما في البالمونري هايبرتنشن لو لقيت الاف اي 2 نيدز بتاعتك بتزيد، على الرغم من ان الولد تشيست وايز مش وحش، يا دكتور احنا حاطينه على بريشرز قليله بس الولد ده غريب قوي محتاج اكسجين زياده. اه ما هو عنده بالمونري هايبرتنشن، نعمل ايكو وندي حاجه تقلل البالمونري بريشر. انالجيزيا، انا طبعا يعني انا اتكلمت في موضوع النيونيتال بين في كذا حاجه، لان هو من الحاجات المهمه جدا جدا. والنيونيتال بين لو البيبي بتاعك ان بين ممكن يكون محتاج جاست انالجيسك عشان الساتوريشن بتاعه يتحسن، فدايما فكر في البين، اوعى تنساه. ممكن البيبي بتاعك ببساطه يكون ار دي اس لو بري تيرم بيبي، فكر دايما ان البيبي ممكن يكون محتاج سيرفاكتنت. وفي دي الاوروبيان كونسنسس جايد لاينز بتاعه 2019، انصحكم ان انتوا تقروها، دي فيها كل الابديتس عن استخدام السيرفاكتنت في البريماتيور بيبيز. فكر ان العيل ده البي دي اي بتاعته يعني عنده بيتن داكتس ارتريوزس، خصوصا لو انت سامع عشان تسمع ميرمر البلس بتاعه باوندنج بلس كده، هارت الهارت سايز بتاعه كبير شويه، الولد عنده سكريشنز وكونجستد، اعمل ايكو ممكن تلاقي الداكت مفتوحه. ولو الداكت مفتوحه وانت قفلتها هتلاقي الولد بتاعك الساتوريشن بتاعه اتحسن، الاف اي 2 نيدز بتاعته قلت. الاير ليك كتير قوي، نلاقي مره واحده البيبي حصل سادن deterioration للبيبي على الفنتليتور. فكر دايما في كلمه دوب، ايه دوب دي؟ ان التيوب تكون displaced او تكون obstructed او يكون البيبي دخل في نيموثوركس او يكون الايكويبمنت نفسه فيه مشكله. يعني كتير مثلا وانا بمر في الحضانه نقعد ايه نلعب كده في الفنتليتور ونقعد نحرك يمين وشمال، ومره برضه وانا ببص لقيت ان المخرج بتاع الاير مش واصل في الفنتليتور. متخيلين؟ يعني اللي موصل الاكسجين بس. حد طبعا هيسالني يعني يا دكتور ما معلش ده يعني ما حركه لازم تاخد بالك، ما هو اكيد في الارم طالع. يا جماعه هو صوت الالارمات ده كاننا بنسمع بالظبط مواويل في الحضانه، يعني احنا من كتر ما بنسمع الارمات في الحضانه بنسمع الارم نقول ايه يا سلام، قول يا باشا عظمه على عظمه يا ست، ما مستمتعين احنا بصوت الارمات، لان ربنا خلق الارمات عشان تزعجنا مش عشان نخش الحضانه نقعد نعمل ميوت على الارمات. فهو الفنتليتور كان بيدي الارم فعلا، وفي الاخر اكتشفنا وصلنا الدنيا ظبطت. خلي بالنا كلنا بنقع في الاخطاء دي، ان احنا لازم نتاكد ان المنظومه كلها متظبطه، والنيموثوركس طبعا لازم نشخصه بسرعه جدا. الكوفيد 19 رجع تاني يا جماعه، اه رجع للاسف. طب لو انا داخل استلم بيبي الام كوفيد اعمل ايه؟ مش هنخش بقى الحفله اللي احنا شرحناها، 5 داخلين و6 داخلين، واحد بس هيدخل ولازم يبقى لابس الفول بي بي اي. ولو حد من الاهل عايز يحضر الولاده، لا مش طبعا مش مسموح بالكلام ده، الام تبقى لابسه ماسك، نبقى محطوط في اوضه فيها نيجاتيف بريشر، ديليت كورد كلامبنج وماشي، بس مش هنعمل سكين تو سكين، ولازم يبقى في حد قاعد بره جاهز بكل العده بتاعتنا عشان لو اللي جوه ما عرفش يعمل كومبليت ريسستيشن او محتاج مساعده يخش الثاني حد يساعده. اللي يخش يساعد ده لازم يبقى حد سينيور. ليه؟ لان لو حد لسه جونيور ودخل وما عرفش هننده حد ثالث وبعدين ننده حد رابع وبعدين نجيب رئيس القسم. طب احنا كده كلنا لبسنا في الكوفيد الحمد لله.
نكون حوالي 2 متر بعيد عن الام وحاطين ستاره كده ما بيننا وما بينها، ونمشي على كل الحاجات بتاعه الجايد لاينز اللي احنا قلناها، بس نحاول نقلل الحاجات اللي بتعمل ايروسولز، يعني نحاول نقلل اي حاجه مانوفر ممكن يعمل ايروسول فورميشن. ولما نيجي ننقله للحضانه ننقله في حضانه مقفوله، ولازم برضو الشخص اللي بينقله يكون لابس كل البي بي اي بتاعته ويدخل في اوضه العزل، ولو انا ما عنديش اوضه عزل في الحضانه يبقى مش هقدر استلم بيبي كوفيد. اكزامينيشن، خلصنا من رحله الريسستيشن الحمد لله. هعمل اكزامينيشن بقى للبيبي بتاعي. اول حاجه لازم لما انا اسال حضرتك على الابجر سكور تقول لي الابجر سكور كذا. ايه كذا دي؟ ايه كلمه ابجر سكور دي؟ هي الست دي العظيمه دي اللي هي فيرجينيا ابجر دي، هي اللي اخترعت الابجر سكور، تمام؟ عشان انا كنت زمان فاكر ان ابجر دي كل حرف اختصار حاجه. بصراحه انا عملتها كده، هو كل حرف اختصار حاجه عشان احفظها. الايه الابيرنس، الكالر بتاع البيبي ايه؟ بلو ولا في ساينوزز ولا مفيش ساينوزز؟ البلس بتاعه اخباره ايه؟ ابسنت ولا اقل من 100 ولا فوق ال 100؟ الجريمس بتاعه او الاريتابيلتي ريفلكس اريتابيلتي بتاعته، الاكتيفيتي بتاعته، الريسبيريشن بتاعه. طبعا كلكم عارفين الابجر سكور، ومهم ان انا ابقى عارف الانتربريتيشن بتاع الابجر سكور. يعني الابجر سكور بتعمل في الاول عن 3 بوينتس بس، 0 1 و5 مينتس، ممكن اكمل ل 10 مينتس لو البيبي لسه ديبرست. لو الابجر سكور بتاعي من 0 ل 3 ده البيبي سيفيلي ديبرست، من 4 ل 6 ده مودريت ديبرست، من 7 ل 10 ده البيبي بتاعي كويس جدا. عشان الكولينج ما ننساش ان واحده من اول الحاجات اللي بتخلينا نشك ان البيبي ده بيبي هايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي او اتش اي اي، ان الابجر سكور بتاعه يكون قليل عند 10 دقائق اقل من 5. فلو الابجر سكور بتاع البيبي قليل دي واحده من الحاجات، وطبعا في بيرينيتال ايفنت محترم، دي واحده من الحاجات اللي تخلينا اشك ان ممكن البيبي بتاعي يكون هايبوكسيك، وابدا افكر في الكولينج سواء كان باسيف كولينج لو ما عنديش امكانيات، او ان انا احوله لمكان في اكتف كولينج في اول 6 ساعات الحق الويندو اوف اوبورتيونيتي اللي انا اديها للبيبي ده. طيب تاني سكور مهم هو البالارد سكور. البالارد سكور عاملاه برضو دكتوره اسمها جيان بالارد، والحقيقه الفيميلز متفوقين في النيوراتولوجي وفي الاطفال وفي الحياه عامه طبعا، يعني ما نقدرش نقول غير كده. في فيديو على اليوتيوب الماتوريشن اسسمنت اوف جستيشنال ايج بالبالارد سكور، عشان اللي منكم عايز يشوف ستيب باي ستيب البالارد سكور بيتعمل ازاي. بس هو دايما بنشوف فيه حاجتين، النيورو ماسكولار ماتوريتي والفيزيكال ماتيوريتي، وبنبدا نشوف بقى البوستشر والسكوير ويندو والارم ريكويل وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده حسب الصور اللي قدامنا، سواء النيورو ماسكولار ماتيوريتي او الفيزيكال ماتيوريتي. وعلى حسب الكلام ده ببدا احط السكور بتاعي، البيبي ده 20 اسبوع ولا 24 ولا 28 ولا 30 ولا ايه. مهم ان انا ابقى عارف البالارد سكور، عشان البريماتوريتي بتتقسم لاكستريم بريماتور بيبيز لما اقل من 27 اسبوع، او سيفير بريماتور لما اقل من 30 او 31 اسبوع، والافريج بريماتور لما من 31 لحد 36 اسبوع. ما تعتمدش على كلام اللي هيتقال لك من الكونسلتنت بتاع الاوبستاتريكس اند جاينيكولوجي ان البيبي ده بالسونار كام اسبوع. ماشي حضرتك بالسونار كام اسبوع، بس السونار فيه يعني ريفرنس ايرور كبير، فلازم ابقى عارف انا بتعامل مع بيبي كام اسبوع. ليه؟ لان بريماتوريتي دي اكتر تشالنج بنقابله في الحضانات، ويعني بنبقى قاعدين كده في حاله بريماتور هتولد كلنا بعدين حاطين ايدينا على قلبنا. والجستيشنال ايج حتى ميديكو ليجل مهم، بيبي 20 اسبوع غير بيبي 25 اسبوع غير بيبي 30 اسبوع. خلاص عشان الاطفال اللي بتبقى مولوده بجستيشنال ايج قليل خالص خالص كده، ده بيبقى يعني امكانيه ان احنا نوصل بيه لبره الامان ضعيفه. فلازم انا اكون عارف الكلام ده، ولازم اعمل كونسلنج للبيرنتس، تمام؟ وطبعا الكلام بقى الديبيت، طب احنا كام اسبوع نقدر نقول ان البيبي ده هنعمل له ريسسيتيشن او هنشتغل معاه؟ الحقيقه ما فيش اجابه واضحه للسؤال ده، ولكن يعني هم بره في انجلترا مثلا بيشتغلوا على الاطفال من 24 اسبوع او 23 بلس 6. في بعض الاماكن يعني اليابان وكده بيتكلموا في 21 و22 اسبوع. طب مصر بنتكلم في كام؟ مش هقول عشان خاطر ايه يعني نكمل اليوم. هيد تو تو اكزامينيشن، عايزين نفحص البيبي فروم هيد تو تو. هنعمل الكلام ده ازاي؟ قبل ما تخش تفحص اتاكد ان الاكويبمنت بتاعت حضرتك كلها جاهزه، السماعه والجلافز والتورش وكل الكلام ده كله. ما ينفعش تخش تفحص بيبي غير وانت معاك التشيك ليست كامله. الحاجه الثانيه الفايتلز مهمه،
تبقى عارف الهارت ريت والريسبيراتوري ريت والتمبرتشر بتاعت البيبي والبلاد بريشر. وكل بيبي حسب الجستيشنال ايج وحسب وزنه ليه تشارتس. ما ينفعش اقارن الفايتال داتا بتاعت النيو بورن بالفايتال داتا بتاعت البيدياتريكس، لانها بتختلف جدا. اقيس اللينث والويت والهيد سيركمفرنس وحطهم على الجروس تشارتس. الفول تيرم ليهم جروس تشارتس بتاعتهم، والبري تيرم ليهم جروس تشارت تانية اللي هي بنسميها الفنتون تشارت او الدبليو اتش او تشارت. ما ينفعش برضو احط بيبي 28 اسبوع على التشارت بتاعت الفول تيرم. اعمل ايه بعد كده؟ افحص البيبي من راسه لحد صوابع رجليه. قبل ما المسه اشوف التون والكالر والاكتيفيتي بتاعته، شكله ماتيور ولا لا، صوت عياطه اخباره ايه. ابص على الهيد، اعملها بالبيشن وانسبكشن، في بروزز، في كفال هيماتوما حصلت اثناء الولاده او كيبوت ساكسيدينيوم، حصل مولدنج لشكل الراس، السوتشرز تمام، الفونتانيلز مفتوحه. لازم اتشيك كل هذا الكلام في راس البيبي، وطبعا اقيس الهيد سيركمفرنس. احط ايدي على الكلافيكلز كده، امشي ايدي على الكلافيكلز. ساعات بيحصل فراكشر في الكلافيكل، زي الكلافيكل اللي موجوده على اليمين دي، في سويلنج في الحته دي. اشوف النك سيمتريكال ولا لا، في ستيرنوماستويد تيومر ولا لا، الراس حوده على ناحيه ولا لا، الرينج اوف موشن بتاعت النك مظبوطه ولا لا. ابص على عين البيبي، فيها ديسشارج، فيها اسيمتري، لو انا بعرف اعمل الريد لايت ريفلكس خير وبركه. ابص على بق البيبي، اشوف في تانج تاي ولا لا، في كليفت ليب او كليفت بالات ولا لا. تمام، المندبل راجع لورا زي البيير روبان كده اللي بيبقى عندهم ريترو مايكروجنيسيا ولا لا. وطبعا العيال دي لما نيجي نعمل لهم فنتيليشن بتبقى ماساه. الاير لوست ايرز، او في اي ديفورميتي، او في اي تاج قدام الاير، عارفين الحته ازاي اللي قدام الودان دي، بتبقى غالبا وراثيه، بس ساعات ساعات بتبقى اسوشيتد مع رينال انوماليز، فلازم البيبي ده يروح يعمل الترا ساوند. اشوف النيزل سبتم، اشوف اللبس، التانج بتاعت البيبي لونها ايه، افحص الشست، اشوف شكل الثوركس بتاع البيبي، نيبلز في مكانهم ولا لا، الورك اوف بريدنج بتاع البيبي، شكل الشست في اي ابنورماليتي في الكلافيكل او ابنورماليتي في الاسترنم ولا ما فيش. ابدا اسمع، هسمع ايه بالسماعه؟ هسمع الاير انتري على الناحيتين، هسمع الهارت ريت وهعده، هشوف في ميرمر ولا لا، هسمع الانتستينال ساوندز، وكمان احط ايدي على الفيمورالز عشان اشوف الفيمورال بلس، لان لو لقيت الفيمورال بلس ضعيف او مش محسوس، ممكن الواد يبقى كواركتيشن مثلا. احط ايدي على الستوم، على سوري، على الابدومن، افحص الابدومن جنتلي، ابدا اشوف الليفر والسبلين محسوسين ولا لا، الامبليكال كورد في مكانه، الدنيا تمام، الابدومن لاكس ما فيهاش اي تندرنس او ريجيديتي، واسمع الانستينال ساوندز. شايفين ده اسمه هيد تو تو اكزامينيشن، سوري يعني بنفلي البيبي بالبلدي كده. اشوف الجينيتاليا، لو ميل اشوف التستيز موجودين ولا لا، فتحه اليوريترال اوبننج في مكانها ولا لا، في اي انومالي في الهيدروسيل او هيرنيا او كده، اشوف شكل الهايمن، لو في اي امبيكوس جينيتاليا عشان بشك في كونجنتال ادرينالز او واتس ايفر، اشوف الانس في مكانها ولا لا. طبعا احنا كده وكده احنا بنستلم بيه، بنعمل تريبل تيست نتاكد ان القسطره عدت في النيزل نيرز على الناحيتين، مفيش كوانال اتريزيا، وعدت كمان وصلت للاستومك، مفيش اسوفجيال اتريزيا، وعدت في فتحه الانس، مفيش امبيرفورت انس. ابص على ظهر البيبي، ده كتير قوي بننساه، ساعات ظهر البيبي بيبقى فيه ديمبلينج، او بيبقى فيه مننجو سيل او مننجو مايلو سيل خلاص، او في سكين ليجن، او في بيجمنتيشن. ابص على رجلين البيبي، بيتحركوا ولا لا، فيهم ديفورميتي ولا لا، فيها تاليبس ولا لا. تمام، ابتدي افحص الهيب جوينت بالتيست اللي انتوا كلكم عارفينه، اللي هو بارلو اورتولاني. دايما كنت دايما وانا صغير بتلخبط ما بين اورتولاني وبارلو، عشان ما ننساش بارلو ده الشرير. الشرير ده بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يعمل ديسلوكيشن للهيب. ازاي؟ عن طريق انه يعمل ادكشن وبوستيرور فورس، كاني بعمل ايه، سوري يعني جايب فرخه، انا مش واضح ان انا جعان، شوربه وفرخه. تمام، وبحاول ان انا يعني الوركين بتوعها اكسرهم كده. بعمل ايه؟ بعمل ادكشن وبوستيرور فورس. يجي بقى اورتولاني يحاول يصلح اللي بارلوش ده عمله، يعمل ابدكشن وانتيرور فورس، ونحس بقى الكليك والكلام اللي انتوا عارفينه. واستاذنكم احنا بنعمل التست ده نعمله بالراحه، عشان ساعات، بس ده نادرا يعني، التست ده ممكن يعمل هيب ديسلوكيشن.
اعمل ريفلكسز بقى، اشوف السايكلينج ريفلكس، الجراسب ريفلكس، المورو ريفلكس سيمتريكال ولا لا وموجود ولا لا. كده احنا عملنا نيونيتال اكزامينشن، كومبليت نيونيتال اكزامينشن هيد تو تو. الحاجه اللي قبل الاخيره في محاضره النهارده ان شاء الله قربنا نخلص، الريد فلاجز. طبعا كلمه ريد فلاجز في النيونيتس كتيره جدا جدا، بس الراجل ده مشكورا، عشان كده انا كاتب كلمه هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الشخص اللي قال لك هنسميها ذا ميس فيتس. ايه ذا ميس فيتس دي بقى؟ قال لك يا عم التي تروما، الاتش هارت ديزيز، الاي الاندوكراينال بروبلمز، الام الميتابوليك، الاي الامبورن ايرورز الميتابوليزم، الاس السبسز، الاف فورمولا وهنفهم يعني ايه فورمولا، الاي انتستاينال، التي توكسينز، والاس سيجز. الراجل ده عمل جمله كده عشان يبقى عارف الريد فلاجز الاشهر في النيونيتس. تروما، خلي بالكم ان في كتير قوي نيونيتس بيجوا بحاجه اسمها نون اكسيدنتال تروما، يعني هو ما وقعش غصب عنهم، ما اتخبطش غصب عنهم، لا ده جاي بريتينال هيموريدج، بتير في الفرينيولم، ببروزس في كل حته. والمشكله كمان ان ساعات او معظم الاحيان لو ده حصل او ابيوز حصل، هم البيرنتس مش هيجي يقولوا لك والله يا بيه احنا خبطناه في الحيط، مش هيقولوا كده، بس انت هيجي لك عيل عنده تروما، هيقولوا لك دايما ان هو حصل اكسيدنتال، فانت لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها نون اكسيدنتال تروما، وكونسيدرت في كل كريتيكالي ايه البيبي، خصوصا لو البيبي عنده الحاجات اللي احنا قلنا عليها، او جاي بتشنج، عنده بولجين فونتانيل، واخد بوستشر غريب اول اوف سادن. ودي كده تقسيمه للحاجات، اللون البيربل الموف يعني ده بتاع الحاجات النون اكسيدنتال، وفي اماكن كده ما ينفعش يبقى العيل مضروب على وشه قلمين ويقول ده اكسيدنتال، يعني وقع على ايد ابوه على الناحيتين، تمام. ذا ميس فيتس، التي تروما، الاتش الهارت ديزيز، الريد فلاجز في الهارت ديزيز، مصيبتنا في الدكت ديبندنت ليجنز، الليجنز اللي من غير البيتن داكسس ارتريوزز لو الدكت قفلت البيبي هيارست وهيموت. الدكت ديبندنت ليجنز بتتقسم رايت سايدد وليفت سايدد دكت ديبندنت ليجنز. الرايت سايدد غالبا بتيجي بساينوزس، الليفت سايدد بتيجي باعراض كونجستيف هارت فيلير. ايه هما الكريتيكال كونجنتال هارت ديزيز؟ الكوارك طبعا، الدبل اوتلت رايت فنتريكل، الترانسبوزيشن اوف ذا جريت ارتريز، الهايبوبلاستيك ليفت هارت، الانتربتد ارش، بالمونري اتريزيا، الفالوت، وكل الكلام ده كله، تمام. طيب هو انا مش ممكن البيبي يكون عامل انترايوتراين فيكال سوري فيتال اكو ويكون مبين الكونجنتال هارت ديزيز؟ ممكن. طب انا استلمت البيبي ومش عارف هو عنده كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز ولا لا، عشان كده البلس اوكسيميتر مهم جدا، والسكريننج على كريتيكال كونجنتال هارت ديزيز باستخدام البلس اوكسيمتري ده بيسموه جولد ستاندرد دلوقتي في النيونتولوجي. ولما تيجي تستخدم البلس اوكسيميتر ليه فن، يعني لازم الجهاز اللي عندك يكون اف دي اي ابروفد، لازم يكون بيشتغل في لو بيرفيوجن، في اجهزه محتاجه ان البيبي يبقى ويل بيرفيوزد عشان يقرا. طب يا عم ده انا حاطه على عيل ممكن يكون اصلا بيأرست، فلازم يبقى ويل بيرفيوزد، فحطه في مكان مظبوط، لازم تبقى عارف الفرق ما بين البري دكتال والبوست دكتال ساتوريشن، ولازم الجهاز يبقى كالبريتد كويس زي ما انتم شايفين كده، نحطه على الرايت هاند او نحطه بعد كده على الايد الشمال او اي رجل عشان نشوف الفرق ما بين البري دكتال والبوست دكتال ساتوريشن، عشان لو البيبي بتاعي والساتوريشن بتاعي قليل ابدا اشك على طول في الكريتيكال كونجنتال هارت ديزيز، اعمل ايكو، ولو فعلا طلع دكت بندت ليجن احط البروستاجلاندين اللي هتخلي الدكت مفتوحه لحد اما يبقى فيه قرار للعيان ده هيتعمل كارديو تراسيك سيرجري ولا لا. الاي اندوكراينال اكتر حاجه بنخاف منها الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، بتيجي عاده على الاسبوع الثاني الثالث الرابع، ممكن تيجي بنون سبيسيفيك سيمتومز تماما، تمام، وممكن يجي البيبي جاست شوك، يبقى عندك بيبي داخلك كده دي هيدريتد وشوكت، بقيت تكتشف ان كونجنتال ادرينال. الحاجات المحفوظه طبعا ان ممكن يكون في امبيكو جينيتاليا بس مش في كل الانواع، يبقى العيل صديام واقع، دسيامه عالي، عنده ميتابوليك اسيدوزز الترياد المشهور، وهايبوغلايسيميا، فلازم تفكر في الكونجنتال ادرينال لان المانجمنت مختلف عن المانجمنت بتاع اي حاجه تانية. ذا ميس، اول ميس ايه؟ الام ميتابوليك، الهايبوغلايسيميا من الريد فلاجز، والهايبوغلايسيميا لازم التصرف معاها يكون سريع، ولازم لو هي ريبيتد تتشخص، يعني لو البيبي بتاعك عنده هايبوجلايسيميا وانت اديت جلوكوز والموضوع اتكرر لازم تعرف هو كيتوتيك ولا نون كيتوتيك، يعني اول ما السكر يقع تاخد عين البول بسرعه وتشوف فيه كيتونز ولا لا، وتسحب كريتيكال سامبل، كريتيكال سامبل دي لازم تتسحب والبيبي هايبوجلايسيميك، بيكون فيه حاجات كتير قوي مش هقعد اذكرها عشان الوقت،
بس عشان خاطر تقدر تشخص العيان ده لو هو عنده بيرزيستنت هايبوجلايسيميا، والاهم من كل ده انه ما يكونش انفانت اوف دايابيتك وتقعد تلف حوالين نفسك اصلا. العيانين الاي جي ار اللي هو الانترا يوتراين جروث ريتاردد والسمول فور جيستيشنال ايج واللارج فور جيستيشنال ايج والانفانت اوف دايابيتك والبريماتورز والعيانين تعرضوا لاسفيكسيا، كل دي عيال عرضه للهايبوجلايسيميا. ذا مس الاي الامبورن ايرور، ودي مصيبتنا الكبرى الامبورن ايرور دي لازم تشك فيها، خصوصا لو كان في ان اكسبلاند انفانت داث قبل كده، في هيستوري اوف كونسانجوينيتي، في حاجه انت مش فاهم هي حاصله ليه. العين فيري كريتيكال، لازم تشك في الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم. ده شكل الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم بتاعت كل الجسم، والصوره دي حقيقيه وموجوده على ويب سايت، وكل ما تعمل زوم 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 تقرب من الباث واي اللي فيه مشكله. هو بصراحه الامبورن ايرور دي دايما كانت معقداني وحتى الان معقداني، بحس ان انا عايز البس الفي ار دي بقى وبعمل زي الراجل بتاع ميتا ده عشان افهم الامبورن ايرور. بس حقيقه هو حضرتك لو انت مش متخصص جيناتكس او امبورن ايرور، مش مطلوب منك تبقى فاهمهم كلهم او حافظهم كلهم، مطلوب امتى تشك ان البيبي اللي معاك عنده امبورن ايرور. والله لو لقيته بور فيدنج، لو لقيته ليثارجيك مش بيصحصح واد نايمان على طول، في بيرسيستنت فوميتنج فيلير تو ثرايف، التون بتاعته قليله او زياده، الهارت ريت بتاعه قليل او زياده، هايبوجلاسيميك وعنده بيرسيستنت اسيدوزز، بيخش في ديهايدريشن بسرعه، ابنك بيتشنج، في سادن انكسبلين داس، في كارديوميجالي، العين شوكت، كل الحاجات دي تخليك تشك في الامبورن ايرور. هتقول يا دكتور ما دي كل حالات الحضانه، يعني معنى كده ان كل حالات الحضانه ممكن تبقى فيها اندرلاينج امبورن ايرور؟ الحقيقه اه، بس وانس ان حضرتك شكيت تبدا تعمل التحاليل او الحاجات اللي بتساعدنا في التشخيص. تعمل اي بي جي وذ اناين جاب، لازم يبقى في اناين جاب عشان نشوف الاناين جاب دي هاي اناين جاب ولا لا. تشوف الجلوكوز بتاع البيبي، تسحب سيرم امونيا، تشوف الالكترولايتس والليفر فانكشنز، تسحب لاكتيت وبايروفيت، تسحب امونيا زي ما قلنا ولاكتيت، وتعمل اي بي جي وذ اناين جاب. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم بنبدا. تاخد عينه يورين، تعمل يورين اناليسيس، تدور على الاورجانيك اسيدز الموجوده في اليورين او اليورين ريدوسينج سبستنس. تاخد عينه زياده وتعمل لها فريزنج، لان ساعات في حاجات ادفانسد ممكن نحتاجها عن كده، والعيان ممكن بعد شهر ما يكملش معاك، ما تبقاش عارف التشخيص، مش عارف تعمل كونسلنج للبيرنتس. وفي الاخر تعمل الاكستند ميتابوليك سكريننج اللي بيشخص معظم حالات الامبورن ايرورز اوف ميتابوليزم. نكمل رحله الميسفيتس. الاس اللي بعد كده سيبسيس، شايفين جزره وقطامها جحش، يعني ايه؟ كل العيانين الكريتيكالي ايل كود بي سبتيك تيل بروفد اذروايز، وفي مصر مش هتلاقي اذروايز، هو هيبقى سيبسيس، فلازم تشك في السبسس. قصنا لازم استنى السي ار بي يبقى 5000 والصفايح في الارض والعيان شقد وضغطه وقع وبدا يورم، انت كده مش بتشخص سبسس، كده بتشخص زومبي. تمام، السبسس لازم تشك فيها. الممرضه ساعات تيجي تقول ايه الولد ده النهارده مش في حالته، ده سبسس، رجع ده سبسس، ضغطه بدا يتاثر ده سبسس. تمام، وطبعا لازم ان احنا ما يبقاش برضه عندنا اوفر دايجنوزز لدرجه ان احنا نرزع العيال اجريسيف انتي بايوتكس اوف نو فاليو. تمام، طب ذا ميس فيتس، اول حاجه فيتس، طبعا ذا ميس فيتس دي مش جمله، دي جمله كده اعتباريه عشان نحفظ بيها الحاجات. هو الراجل بصراحه استفزني في الحته دي، قال لك انا مش لاقي حاجه احطها في الاف، فقال لك فورمولا، يعني شايفين، عشان قال يعني لو الام حضرت الرضعه مخففه هتدخل بيبي في هايبوناتريميا، ولو حضرتها مركزه هتدخله في هايبرناتريميا. بس انا كنت ممكن يعني اقترحت على يعني ان هو الاف دي تبقى فيفر، لان الفيفر في النيوناتولوجي هي ريد فلاج، ولازم اي بيبي فيفرش اقل من شهر يتعمل له سيبتك ورك اب. بس طبعا جايدد ان احنا خلي بالكم في شهر 8 بتخش عليك الام ملبسه العيال 9000 طبقه وحرارته عاليه، اوفر رابنج لازم تستبعده الاول. بس طبعا الرويال كولج بتقول ان الفيفر في اقل من شهر لازم يتعمل السيبتك ورك اب، وحاطين الجوريزم جميل قوي. لو البيبي بتاعك فيفرش وعمره من شهر لثلاث شهور تبدا تشوف بقى هو ويل ولا ان ويل. لو البيبي بتاعك ويل يعني جنرالي كويس بس ستيل فيفرش وانت مش لاقي فوكس، هتبدا تعمل يورين كلتشر وسي بي سي وسي ار بي. لقيت فوكس هتعمل انفستيجيشن اكوردنج للفوكس اللي انت لقيتها. اما لو البيبي ان ويل وفيفرش لازم يتحجز ويتعمل له كل الورك اب بتاع السبسس. الاي في ذا ميس فيتس مقصود بيها انتستاينال، مقصود بيها كل السيرجيكال بروبلمز، اي سيرجيكال نيونيت ات از ريد فلاج. وفي حاجات بنسميها الترا ميجور ايمرجنسيز، مش ميجور الترا، ها، العيانين اللي عندهم مال روتيشن او فولفلس،
العيل ده ممكن يخش في جنجرين ويموت في خلال ساعات. وطبعا الان اي سي بقى والديافراجماتيك هيرنيا، كل الكونجينيتال بروبلمز او الاكوايرد سيرجيكال بروبلمز في نيونيتس هي ريد فلاجز. التيل توكسنز دي كتير ما بفكرش فيها، ان الولد اتعرض لتوكسن بننساها، خصوصا بقى الاوبيويدز. هي ممكن الام تبقى بتاخد اوبيويدز ومش قايله، هتلاقي الولد جاي لك ليثارجيك وبيتش وانت مش فاهم فيه ايه، مش عارف طبعا انت دكتور اطفال مهذب ومش عارف تاخد هيستوري. او في بعض الادويه كمان لو الام بتاخدها ممكن تعمل مشاكل في البيبي، زي البروبرانولول والصوديوم شانل بلوكرز والكلام ده كله، او ان الموجودين في ارض زراعيه جنب اورجانو فوسفورس او انسكتسايدز الكلام ده كله لازم نبقى عارفين. اخر حاجه في ذا ميسفيتس السيجرز، لو البيبي بيتشنج ده ريد فلاج. ايه الحاجات اللي تخلي البيبي يتشنج؟ حاجه كل ما تتخيله ممكن يعمل كونفولجنز في البيبي. وطبعا لازم يبقى عندك هيراركي كده، لو البيبي بتاعك حصل فيه كونفولجنز ان انت تعمل اي اي جي وتصوره فيديو وتبدا تدي الانتي ابليبتكس بتاعتك وتمشي في السيناريو بتاعك. يبقى ذا ميسفيتس هي ريد فلاجز في النيونتولوجي، التي تروما، الاتش الهارت ديزيز الكريتيكال كونجنيتال هارت ديزيز، الاي الاندوكراينال بروبلمز، الام ميتابوليك، اي انبورن ايرورز، اس سبسز، اف فيفر اوف فورمولا، اي انستاينال بروبلمز، تي توكسينز، واس سيجز. لما نيجي نخرج البيبي لو هو كان فيري لو بيرث ويت او سمول فور جستيشنال ايج او اخذ رايل فيدنج لفتره طويله او تي بي ان لفتره طويله، خلي بالك ده ريد فلاج، البيبي ده لازم يتابع معاك كويس، او خارج بجاستروستومي او تراكيوستومي، بيبي عنده كرونيك ايلنس، يعني انت مخرجه هو عنده كرونيك لانج ديزيز او كرونيك رينال ديزيز او شورت باول، كل دي ريد فلاجز. لو البيبي بتاعك بيلوز ويت او بيزيد ويت بشكل معدي 2 سنتايلز ده ريد فلاج. البيبي بتاعك الام جايه تقول لك ما بيعملش ويت دايبر 6 مرات في اليوم، يعني بيويت الدايبر يعني بيعمل يوم مره ومرتين، او بيقعد يرضع ساعتين ده ريد فلاج، او كل ما بيكبر المفروض لو مثلا بيرضع صناعي عدد فوليوم الفيدنج بيزيد، لا ده فوليوم الفيدنج بتاعه بيقل، او بيبي ليثارجيك، او الانفانت على طول ديستريسد وعنده فازنس. دي كلها ريد فلاجز لازم تبقى عارفها، لان ريد فلاجز مكمله معاك حتى لما تخرج البيبي وتبدا تتابعه. اخر حاجه خالص خالص عايزين بقى نطري على قلبنا كده كلنا في اخر 5 minutes، احنا خلصنا كل الكلام الكبير والصعب ده، انا دلوقتي راجل بيدياتريشن قاعد في عيادتي وجايالي ام تقول لي والله يا دكتور انا لفيت كتير وقالوا لي على حضرتك، وحضرتك اكتر حد انا بثق فيه ولازم اكشف عنك بالبيبي بتاعي، فتحس كده بالايه، بالفخر وبالاعتزاز. تمام، تيجي تقول لك والله الواد بيحزق يا دكتور والكلام بقى اللي هو ايه، يا دنيله ده جاي تقرفني بقى وعنده مغص وعنده بتاع، لا والله لا والله دي حاجات جميله جدا ان احنا نعرفها وان احنا نعمل ري اشورنس. وخلي بالكم 90% من النيونيتس اللي بيجوا لنا في عياداتنا هم جايين بشكاوي تعتبر فاريانس اوف نورمال، قصه بقى الريد فلاجز وذا ميس فيتس وذا ميس بيتس والكلام ده احنا بنشوفه في المستشفى. تمام، فلازم نبقى عارفين النورمال برضو. جاي تقول لك بقى ايه بعد اذنك يا دكتور انا عندي اسئله، وجاي مطلع لك ورقه او مطلع لك التليفون، تعرف ان الام دي طبعا جايه تحقق معاك. في حاجات بتبقى السكين، ده شكل السكين بتاع الفول تيرم، ده شكل السكين بتاع البري تيرم. في حاجات بتبقى نورمال سكين ليجنز، اولها الترانزيانت فاسكولار فينومينا اللي هو الاكروساينوسس اللي ودي بقى دي ورجليه مزرقين كده، او الكيوتس مارموراتا اللي هو يبقى الجلد بتاعه كده مزركش زي ما انتم شايفين. طبعا ده جوه الحضانه ممكن يكون اندرلاينج ايتيولوجي ان البيبي بيرفيوجن بتاعه مش حلو، بس معظم الاطفال دي بتبقى حاجه اسمها ترانزيانت فاسكولار فينومينا وبتروح لوحدها، فتعمل ري اشورنس للام. تاني حاجه من البلاين سكين من البناين سكين ليجنز هي البناين باستولار درماتوزس اللي هي الاريثيما توكسيكم والنيونيتال باستولار ميلانوزس. ده شكل ايه بدون شرح؟ اريثيما توكسيكم زي باستيول كده وزي فلي بيتن بيبقى تحتها اندرلاينج ريدنس. طب ده شكل ايه؟ باستولار ميلانوزس. طب هنعمل ايه؟ هنكتب للام ايه؟ ولا حاجه. في حاجه اسمها الاكرو باستيولوز اوف انفانسي، بتبقى باستيولز بتيجي اكرو، اكرو يعني ايه؟ يعني في الاطراف، او الايزينوفيليك باستولار فيليكولايتس. مش مهم اقرا الكلام اللي تحت، المهم اشوف صور كتير، فالصور دي في الاخر تطلع لي فوتو ميموري في دماغي، لما اشوف الصوره دي اقول ده اكرو باستيولوز اوف انفانسي. ايه تريتمنت؟ ناثينج. طب دي ايزينوفيليك باستولار فيليكولايتس، طب الصوره دي مش واضحه، طب دور على النت هتلاقي صور اوضح والله العظيم. في حاجه اسمها البابيلو باستولار درماتوزس،
زي السبيشيز جلاند هايبربليزيا والملياريا والميليا، مش مهم التفريق ما بينهم. دي السبيشيز جلاند هايبربليزيا، دي الملياريا، في منها انواع بقى كريستالينا زي الكريستلز بتبقى لون الليجنز لونها ابيض خالص خالص، وفي ملياريا روبرا من اسمها بيبقى لونها احمر. طب انت مش تقعد تشرح لي ده نوعه باستيول ولا ماكيول ولا بابيلو باستيولر، مش لا مش هشرح الكلام ده، دي صور جميله نتفرج عليها ونحفظها، بس اللي عايز شرح موجوده في المحاضره الالجوريثم بتاعها زي ما انتم شايفين. لو كلير بسميها ملياريا كريستالينا، لو ريد بسميها ملياريا روبرا، لو وايت تو يلو بسميها باستيولوزا، ولو ديب بسميها بروفاندا. دي ايه دي؟ ميليا. طب انا مش عارف افرق ما بين الميليا والملياريا، مش مهم ولا انا عارف افرق، المهم ان انت عارف انها بناين ليجنز. في حاجه اسمها البابيلو بابيلو باستولار ديرماتوزس اللي هو الاكني، ممكن بيبقى عنده نيونيتال اكني، او حاجه اسمها الساكلينج بليستر، طلع حاجه زي البقليله كده في ايديه، وساعات بتيجي هنا في الايه في اللبس. جميل قوي ان ام تبقى جايه تكشف عندك والبيبي عنده ساكلينج بليستر وتقول لها دي حاجه نورمال وبناين وشرفتيني يا ماما وتروح، يعني حاجه جميله، ويا ريت الطب كله كده والله العظيم. بس طبعا انت عشان توصل لليفل ده لازم تبقى عارف الايه، لازم تبقى عارف الحاجات الادفانسد، وتشتغل طوارئ وتشتغل حضانه، تاخد نبطشات وتتعب عشان تبقى دكتور محترم وتقدر تقعد في عيادتك وتجي لك بيبي عنده حاجه خفيفه خالص، يبقى هو كل ده الكشف. other benign lesions الكرادل كاب، القشره موجوده في الشعر، نقعد نقول لها بقى حط زيت زيتون والكلام ده كله. الابشتاين بيرلز شكلها بالمنظر ده موجوده في الهارت بالت، كل دي بناين سكين ليجنز. البيرث مارك، البيرث مارك متقسمه نوعين، البيجمنتد بيرث مارك اللي هي بيسموها منجوليان سبوت او الاسم الحديث عشان كلمه منجوليان دي بتضايق الناس، السليت جريت نيفاي، او الفاسكولار بيرث مارك. دي ايه دي؟ دي فاسكولار بيرث مارك، ليها كذا اسم بقى، ليها اسم اسمها سالمون باتش او الانجل كيس، الملائكه بيسحلوا قوي، بتقول الام اللي طالع له ده يا ماما الملائكه بيسال، اه سالد انا فرحانه بيك قوي، تمام. والستورك بايت، ايه الستورك بايت دي؟ في بقى هنا يعني اسطوره عند الاجانب كده، اقول لك ان لما البيبي جه يسال بابا ومامته وانا جيت منين، طبعا مش هيقولوا لانك قدام الجامع وقدام الكنيسه زي ما احنا بنقول، بيقولوا ان الطائر ده جابك هديه لينا وحطك قدام باب البيت عندنا، تمام. بس زي ما انتم شايفين الطائر ده منقاره طويل، فقال ايه قبل ما يحطه بيعلم على الواد فبيعمل له الانجل كيس دي، او بيسموها الستورك بايت. ساعات بتبقى جايه هنا كده فوق اللبس، وساعات بتبقى جايه في الفورهيد، فتقول لها ايه الملائكه بسيطة، تقول لك ايه بستك الملائكه يا دكتور وتسيبك وتروح. او السليت جريت نيفاي اللي هي المونجوليان سبوتس اللي قلنا عليها، ممكن تيجي في الايد او في الدراع، ممكن تيجي في اي حته، مش لازم تبقى في الباك. تيجي تقول لك والله يا دكتور انا لبني قليل والبيبي مش بيشبع وعايز ارضعه صناعي، تقول لها حضرتك ده الفرق ما بين الكلوستروم، ده الفرق بين الماتيور ميلك، وحركة معده البيبي بقى بتبدا الاول بتبقى على قد حبه الكريز، بعد شويه توصل لحجم الاج، فمش محتاجه انك تدفسيه، يعني اللبن اللي ربنا منزله هو ده اللي هيكفي معده البيبي. بتقعد تعمل كونسلنج على فكره، السلايدز دي انا حاطها في عيادتي، يعني انا لما بقعد اتكلم مع الام بوريها السلايدز، بوريها بصي حضرتك معده البيبي، تبقى فرحانه قوي، تمام. طبعا ده البيبي كويس، ها احنا قاعدين بنتكلم مع على بيبي ما فيهوش حاجه، المفروض نورمال. طب ارضعه كل قد ايه؟ تقول لها والله بصي فكره انك تراقبي الساعه دي مش صح، واتش يور بيبي نوت ذا كلوك، تمام. في حاجه اسمها الهانجر كيوز، علامات الجوع، بتلاقي البيبي كده عمال يبص يمين وشمال، فاتح بقه، بيعمل ساكلينج كده، بيسترتش، بيحط ايديه في بقه، كل دي علامات الجوع. بس طبعا ما نوصلش لمرحله ان البيبي يبدا يصرخ ويعيط ويصوت. في المرحله دي انتوا شايفينها اللي هي اخر حاجه خالص في الجدول، بيسميها الليت كيوز، دلوقتي بقى ميت من الجوع. مكتوب فيها ايه؟ كول مي ذن فيد مي. يعني الام في المرحله دي المفروض ان هي تطبطب على البيبي وتهديه، وبعدين ترضعه، ما تروحش ترضعه على طول، تمام. ولو الموضوع بقى فيه مشكله لازم تحولها لاستشاري رضاعه طبيعيه. طب البيبي بتاعي ما بينامش يا دكتور، تقول لها انت خلفتي وعايزه تنامي كمان، يعني ده انت غريبه جدا. لا ما تقولهاش كده طبعا، مش هجيلك تاني. تقول لها والله هو السليب سايكل بتاعت البيبي مختلفه عندنا، تعرفين السليب سايكل بتاعت البيبي 45 دقيقه، يعني هو في 45 دقيقه بيبقى خد سليب سايكل. اللي بيحصل بعد 45 دقيقه انه بيبدا يدخل في مرحله اسمها اللايت سليب، يعني يبدا كده يتقلب ويفوق. فمعظم الاهالي من جهلهم، تمام، وجهلنا بنقوم شايلين البيبي ونقوم نطبطب عليه، نو نو نام يا حاسس ان انا بتكلم في كلام طبعا بعد اللي انا قلته في الاول، يعني نيوتا ريسستيشن ومش عارفه ايه وبوست بريشر وفنتليشن، حاسس ان انا دلوقتي ايه يعني جايب بطيخ وجبنه وقاعدين بنتكلم، بس حلو جميل. تشيل البيبي كده وتقعد تطبطب عليه ده هيصحى؟ لا انت سيبه في حاله،
لو سبته في حاله في احتمال ان يخش في سايكل تانيه فينام ل 45 دقيقه كمان، وتوريها بقى الجدول بتاعه السليب سكيدول. طب البيبي بتاعي ثانيه بيقعد ثواني كده نفسه يقف وبعدين يرجع يتنفس بسرعه، اللي هو البريودك بريثنج، تمام نطمنها. إيه صوت نفسه غريب؟ لا حضرتك هو بيتنفس من مناخيره، ومناخيره دي صغيره خالص وممكن يبقى فيه صوت غريب يطلع منها مفيش مشكله. العيال بتعطس كتير عادي جدا، مش معناه ان عنده برد وهكتب له دواء. طيب ليه؟ عشان النوز بتاعته اصلا صغيره، فاي اير بارتكل او اي داست بارتكل بتدخل فيها تخليه يحصل له سنيزنج. ما تقارنيش البيبي اللي لسه مولود بابنك اللي عنده 8 سنين عنده راني نوز وسنيزنج، الاثنين مختلفين. ايه ده؟ العيال بتجي لها زغطه. تخيلين الهيكبس دي بتحصل انترا يوتراين، ساعات الام تيجي تقول لك انا حسيت ان البيبي مره واحده عمل صادن كونتراكشن كده، ده ممكن يكون البيبي يجي له هيكبس دي ان ذا وومب. وعاده دي تبقى صادن كونتراكشن في الدايفرام، تقول لها الكلام ده كله وتقول لها ان الهيكب دي بتيجي كتير قوي للبيبي بيبقى لسه رادع او واخد فورمولا او كده، ودي مش معناها حاجه وحشه. سام تايمز ليها علاقه، طبعا استاذ دكتور محمد عز موجود مش هقدر اتكلم على الجاست اوسوفيجيال ريفلكس، ساعات بيبقى ليها علاقه بالريفلكس وساعات لا. الجوندس كتير قوي بيجي لنا في عياداتنا حالات الجوندس. طب هل انا هشرح مانجمنت اوف جوندس؟ لا، انا هشرح هتقول الام اللي جالك بفيسيولوجيكال جوندس ومش محتاج منك فوتوثيرابي ولا دخله حضانه، تقول لها دي صفره فيسيولوجيه بتظهر من اليوم الثاني او الثالث، ممكن تقعد لحد اسبوع او اسبوعين. ومعلومه جميله قوي ان البيلروبين ده انتي اوكسيدنت، تقول لها الحمد لله انه اصفر. ايه ده يا دكتور ده احنا جايين قلقانين؟ تقول لها بالعكس، الصفره دي ايه؟ البيلروبين ده انتي اوكسيدنت، ده ربنا خلقه عشان يدمر الفري راديكلز بالعربي طبعا، وان هو هارملس. بس طبعا محتاجين ان احنا البي بتاعنا نكون بنقيس سواء بالجوندس ميتر او بالبلود، ونتاكد ان مفيش هيموليسيز، ونتاكد ان الصفره بتاعتنا تمام. تيجي تقول لك الواد بيعيط ما بيبطلش عياط، دي اشهر جمله بقى بسمعها في العياده. تقول لها والله انت شاكه يعني ان هو عنده كوليكس؟ تقول لك اه دكتور عنده كوليكس. طبعا الروم فور كرايتيريا بتاعت الفانكشنال جي اي ديس اوردرز معرفه الكوليك، يعني مش كل عيل بيرفص برجليه وبيعيط يبقى عنده كوليك، لازم تبقى عارف ان هي بتيجي في الانفنتس اقل من 5 شهور، لازم تكون ريكرنت وبرولونجد بيريودز من الكراينج والفازنس، فازنس يبقى العيل مقريف كده وإريتابل وداوت اوبفيس كوز، يعني ما يبقاش مثلا البيبي ده قاعد في جو حر وتقول ده عنده كوليك، ما يبقاش مثلا في حاجه ملبسينه حاجه ضيقه عليه حاطين له، عارفين انتوا البتاع اللي بيلفوا بقى العيل دي عشان ظهره مش عارف ما يحصلوش ايه، كان غريب ده، ما هو ممكن يكون بيعيط من الحاجات دي اصلا. ولازم يبقى في نو ايفيدنس اوف انفانت فيلير، ما يبقاش في فيلير تو سرايف او حاجه اورجانيك. وكلمه مهمه قوي، ات كانوت بي ريليفد باي كير جيفرز، عشان اقول لك ان هي كوليك يعني ساعات اول بيبي لما بيعيط بتشيله وطبطب عليه وبتاع يسكت خلاص شكرا، لكن لو الكريتيريا دي موجوده وكانوت بي ريليفد باي كير جيفرز تبدا تشك في الكوليك، لان طبعا احنا بنقول على اي عيل كوليك من غير اصلا ما نبص في الكريتيريا دي. وتقول لها ان البيبي بيعيط عشان ممكن يكون جعان، زهقان، عايز يتشال، عنده غازات، عايز يغير الدايبر، عنده كوليك، بيسنن، زهقان وعايز يروح الساحل زينا كلنا كده 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 3 شهور ساحل زي ما انتم شايفين قاعدين على الزوم اهو، تمام. فيعني ما تقولهاش ان الواد بيعيط عشان جعان فقط او عشان عنده كوليكس فقط، لازم تقنعها بالكلام ده. طب الكلام ده يا دكتور احنا يعني انت بتقوله كده من دماغك؟ لا، بره هم قالوا في حاجه اسمها بيربل كراي، بيربل مش لون، بيربل مقصود بيها ان كل حرف من دول معناه حاجه. هم قعدوا يدوروا على العيال اللي بتقعد تعيط وتزن بدون سبب دول، قال لك ان في اطفال بيبقى عندهم البي، عندهم بيك اوف كراينج من بعد اسبوع او اسبوعين من الولاده، اكتر حاجه عند عمر شهرين، بيبقى unexpected مره واحده، العيال عمال مره واحده كده فتح في السرينه خلاص، resist soothing مهما تهديه ما بيهداش، ده وصف كتير الامهات بتقوله لنا. البي بيبقى فيه بين لايك فيك الوقت بيعيط بس حاسس ان هو ان بين. لونج لاستنج يعني ممكن يقعد يعيط، انا كتير امهات تيجي تقول لي يا دكتور الواد ده بيقعد يعيط 4 ساعات متواصل وما بيحسب ما بيحللوش العياط غير لما البيت كله بينام على الساعه 3 الفجر كده، وكل يوم يحصل كده بالذات بالليل. فطبعا لو فحصت البيبي ولقيت كل حاجه فيه تمام ما فيهوش اي مشكله، تقول لها والله بصي هي دي ظاهره اسمها البيربل كراي. تقول لك ايه البيربل ده؟ ولا مش مهم، حرف اليو معناها ان هي unexpected تيجي لوحدها وبتروح لوحدها، لدرجه ان في جدول توري انا بوري العيال الجدول ده. لا بصي يا ربنا خلق العيال، في عيال بتعيط نص ساعه في اليوم بيسموها لو كراير، وعيال بتعيط 6 ساعات في اليوم بيسموها هاي كراير. طبعا ايه هاي كراير؟ يعني زنان عشان بس تبقوا فاهمين. فانت لو قلت لها زنان تزعل منك، انا ابني يا دكتور زنان؟ لا لا والله بص حضرتك هو ابنك هاي كراير. تقول لك والله ابني هاي كراير الحمد لله يا رب، فاهم؟ تبقى مبسوطه جدا. في الاخر بتقول لها ابنك زنان برضه، تمام؟ بس انت لو انت شرحت لها ان دي حاجه طبيعيه
وان ربنا خلق ابنك هاي كراير، فما تقرفناش بعد اذن حضرتك يعني، ونقعد بقى نكتب لك 9 ادويه مغص. هي الست ممكن ايه تستجيب وتبقى فاهمه ان حضرتك كده تعمل لها كونسلنج كويس ومحترم. اخر حاجه خالص، تيجي الام تقول لك طب انا مش قادر افهم الواد ده، يعني انا عايز لما ابص له كده ابقى عارف هو ماله. في حاجه اجانب عملوها جميله اسمها دي كودنج، ازاي تفك شفره البيبي اللي قدامك. يعني الواد ده ماله؟ غضبان. طب الواد ده ده كيوت يا دكتور؟ لا مش كيوت، ده زهقان. لما تلاقيه باصص سرحان كده وانت عمال تعمل له البدع وهو مش معاك وباصص هناك، ده زهقان، ده عايز حاجه تسليه. طب ده ماله؟ الاطفال دي خايفه. طب بص على البيبي ده، المفروض ان باباه بيحميه ومامته بيلعبوه، بصوا عامل ازاي. طبعا الاب والام في المرحله دي شايفين ان الولد بيلعب، طبعا هو الولد ده تيريفايد، ده مرعوب. تمام، دي انت ممكن تعلم الام ازاي تعمل دي كودنج لشكل البيبي. طب الواد ده ماله؟ ده ديستريسد بقى، ده بيعيط ورامي راسه لورا وواخد بوزيشن ارشنج شويه، وتحس ان هو في بين لايك فيشز كده في وشه، ده ديستريسد، ده ممكن يكون ريفلكسنج، ممكن يكون عنده كوليك. طب البيبي ده ماله؟ ده جميل، ده سمايلنج جميل. طب ده ماله؟ ما ده فاسينيتد. طبعا العيال اللي بتجي لنا كلها بيبقى بايه؟ بقى برنس، العيال بتبقى كلها كده يعني بيبي بوست، تقول لها ده ابنك انت بقى. تمام؟ طيب انا اشكركم شكرا جزيلا، واتمنى ان انا اكون التزمت بالوقت، وانا خلصت. مش عارف اقول لك ايه يا محمد والله، يعني حقيقي والله انا حبيت النيونيت. ربنا يخليك يا بيدا من ذوق ينفع حضرتك والله. اغير السب سبيشاليتي؟ يا بيدا النيونيت اتشرفوا بحضرتك يا والله استمتعت جدا جدا جدا، يعني برغم التخصص انا كنت بقول للدكتور هشام انا حاسس ان يونيت ده فرع في الطب يعني غير الاطفال، يعني قلت له دول سكه منفصله لوحدهم خالص غيرنا وقصصهم مختلفه، ويعني فعلا بعض حضرات النيونيت بحس ان انا في عالم تاني خالص يعني. بس انت يعني كسرت البريدج ده خالص وقربت الدنيا، يعني مش عايز اقول لك الرسائل الجايه، يعني فعلا انت رائع يا محمد والله، الحمد لله حقيقي يا دكتور، ده انت والله يعني رائع. انا فعلا يعني فعلا يعني سعيد جدا ان انا مع حضرتك، ويعني ربنا اللي يعلم حضرتك يعني ليك معزه خاصه جدا جدا عندي، ومكانه كبيره جدا جدا عندي، ده حقيقي فعلا. وزي ما حضرتك قلت، هو النيوناتولوجي علم صعب، ولكن يعني قدر المستطاع احنا بنحاول نلين، يعني بنحاول نخش عن النيوناتولوجي دخلات تحس يعني ان احنا نبدا فروم ذا بيزكس، وان احنا يعني تبدا الناس تاخد ابروتش النيوناتولوجي بشكل مبسط شويه، وبعد كده بنبدا نبني بقى الحاجات الادفانسد. وفعلا يعني الحمد لله رب العالمين، الناس دلوقتي بقت اورينتد، ما فيش حد بيتريشن دلوقتي ما بيشتغلش نيوناتولوجي او ما بيجيلوش نيونيتس في العياده، والناس ما بقتش تخاف زي الاول من نيونيتس ومن البريماتورز، الاويرنس زاد. ونتمنى بصراحه ان البراكتس اوف نيناتولوجي على مستوى مصر باذن الله يكون دايما في تحسن. والحقيقه انا كنت في انجلترا في 2017، قعدت فتره قليله قوي، لاحظت ان الفرق ما بيننا وما بينهم هو جاست امكانيات فيزيكال، ولكن مش علم خالص، وان الموست ابديتد جايد لاينز اللي هم بيشتغلوا بيها احنا عارفينها وبنطبقها قدر المستطاع في وحداتنا، ده الحقيقي بصراحه. ولما كنا بندسكاس اي حاله يعني احنا بنتكلم ايفيدنس بيزد، عايز اقول لحضرتك احسن منهم كمان. فالحمد لله رب العالمين، واتمنى ان الناس تكون يعني استفادت من الـ من الـ الناس الفيدباك رائع صراحه، يعني الرسائل كلها اللي جايه بشكرك شكرا جزيلا، ويعني شعب بيقف عاوزين محاضرات تانية ونيوليت الظاهر وعاوزين نكمل اليونيت كله. ان تحت شاء الله أمر حضرتك يا دكتور. كمان 3 شهور كده ان شاء الله تكون معانا في حاجه تانية ده ان شاء يشرفني. الله في الشفت الجاي. انا بشيل هم النواب اللي هم لسه بادئين حياتهم وفي البريفر، يعني في القرى والمدن الصغيره، يعني هم الاكسس للدكاتره بتبقى ضعيف شويه وهو بيبقى بحاجه يعني. فهو يعني انا ودي فكره المحاضرات ديت ان هي طبعا ان هي تبقى لايف كده وبعد كده ان هي تتسجل، بحيث ان هو يعني علمك دلوقتي يعني احنا تقريبا احنا ال 100 متقفله من ساعه ما بدأ اللي هو الحمد الزوم. لله. حقيقي يعني من اول ما بدأنا لاخر ما لغايه ما خلصنا، وان شاء الله ننزلها على القناه بحيث ان هو يبقى علم ينتفع به طول الوقت لغايه ما ربنا يعني يقدر خير لينا يعني.
انا بشكرك جدا يا محمد، وسعيد جدا أنا اللي جدا بشكر حضرتك والله يا دكتور والله محمد، والله يا محمد، يعني وأنا تحت أمركم في أي حاجة، الله وطبعا يكرمك ان شرف شاء الله ليا إن يبقى أنا في أكون مع فرص تانية حضرتك ان شاء بإذن الله، الله. وان شاء الله نستضيفك في مصر قريب ان شاء الله. إن شاء الله يا بيه، إن شاء الله يا بيه. شرفتنا شرفتنا يا محمد، شكرا 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 لحضرتك، جزيلا، تصبح على خير، مع السلامة. مع مع السلامة. السلامة.